استنفار كبير وسط فلاحي منطقة وادي ريغ بولاية الوادي بسبب الانتشار المتسارع لمرض البوفروا الذي فتك بأشجار النخيل المثمرة، مرض تسبب بإتلاف الهكتارات من وحات النخيل، والأسباب بحسب الفلاحين تعددت. الفروة هي ظاهرة موسمية جينا في الصيف، والسبب نتاعها السخانة والغبار أوساخ الأعشاب الضارة، وخاصة الأدوية ما تجيش في الوقت نتاعها، الوقت المناسب بعد ما تكثر الفروة هذه، هذاك زمان باش يجوا يعالجوها، وإنما تلقاها يعني سبقت في النخيل. الفلاحون استعجلوا تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لانتشار الوباء ومحاصرته في نقطة واحدة. نطلب من الدولة ومن السلطات فضل في رب العالمين تعاوننا بالأدوية وتجي في وقتها المناسب، في مارس أبريل ينبغي تكون هالعملية، بعد العملية التلقيح المباشرة تكون هنا العملية، مش حتى في جوليا، في جوليا وأوت هذا خلاص انتهى. خسائر الفلاحين لنخيلهم المثمرة ستكون ضربة موجعة يتلقاها منتجو شعبة التمور أو عصب الفلاحة بالولايات الجنوبية المعول عليها من أجل النهوض بالقطاع الأخضر في ظل أزمة القطاع الأسود الذي يواصل التهاوي في السوق العالمية.